قدام البطولة دي يعني. بطل والله بطل ما شاء الله عليه. وبالمناسبة مش معنى ان احنا بنخص محمد الشناوي بالإشارة، لا، ان الباقي يعني لا، بصراحة كلهم أبطال وكلهم لعيبة مميزة جدا ولعيبة كبيرة جدا ولعيبة تليق بتيشيرت النادي الأهلي، مستنيين منهم كمان أكتر من كده. هو الأهلي يعني جمهور الأهلي طماع يعني شوية، فبالتالي ده أمر سريعا. التحول الإعلامي بعد مباراة بايرن كان شيء مستغرب حتى من الإعلام المحايد في الحقيقة، لأن هم بيتكلموا على إن الأهلي كان بيلاعب غزل المحلة مثلا، مع احترامنا ليهم، أو أي فريق محلي يعني، مع كامل الاحترام لكل الأندية، لكن انت بتلعب بطل اوروبا وبطل العالم يعني، فكان طبيعي ان انت ممكن تخسر، كانت نتيجه وارده. لكن وكانوا بيهاجموا موسيماني وكانت مشكله كبيره مش عارف ليه. لكن بعد ما الاهلي كسب البرونزيه الكفه يعني اتعدلت تماما، اتعدلت 180 درجه، الكلام اتغير. فلازم يا جماعه بس نبقى موضوعيين ومنطقيين، مش انا اللي هقول للناس، لان في ناس كتيره جدا خبرات عندي بكتير، انا لسه بتعلم ولسه ببتدي مشوار يعني، لكن في حاجات بديهيه كده الف ب يعني بتبقى. ففي العموم خلينا نفرح وننبسط بالاهلي، لكن لسه عندنا كلام كمان اكتر ومهم قوي، وبالتحديد اخر التطورات بخصوص الاصابات هتكون معانا بعد الفصل. استنوا.